سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير. اليوم جبت لكم هذا الماسك، هذا اللي هو زوين بزاف في البشره، كيعطي واحد النتيجه غزاله البنات. نتمنى انه ينال استحسانكم وتجربوه. وعباره عن ماسك ديال الخيار، كيجي على هذا الشكل، هذا كيعطي واحد النتيجه غزاله للبشره في التبييض، يعني مبيض ومرطب في نفس الوقت. دابا غندوزو للطريقه. كناخذو شي كاسرونه وكنديروا فيها كس ديال عنبه ديال عصير الخيار، نتوما حسب الكميه اللي بغيتو، بين لكم ديروا كميه كبيره. وعندنا معلقه كبيره ديال المايزينا باش يتجمع لينا هذا الخليط، وعندنا معلقه كبيره ديال حليب البودره، حتى هو غزال فيه بزاف ديال الفيتامينات، يعني مغذي البشره. كنخلطوا هاد العناصر كامله تنسجموا بعضياتهم. من بعد كنديروا فوق العافيه تتجمع لينا مزيان، تولي على شكل كريم. خاصة نخلطو مزيان عاد نديرو فوق العافية. هو كيما كتشوفو هو البنات تا كيعقد، يعني ما كيستغرقش وقت طويل، 5 دقائق هكاك ولا 4 دقائق. من بعد كنطفيو عليه بعد ما طفينا على الخليط، هو على هذا الشكل، هذا ما حدو سخون. كنضيفو عليه معلقه كبيره ديال زيت الجليسيرين، يعني زيت الجليسيرين مرطبه للبشره كتعطي واحد الترطيب زوين. وكنخلطوا هاد العناصر كامله باش ينسجموا مع بعضياتهم على هذا الشكل، هذا هو كما كتشوفوا. من بعد كناخذوا شي سوبيرا ولا شي قاعه ديال الدجاج تكون معقمه، وكنديروا فيه هذا الخليط، هذا كلينا نحتفظوا به لمده سيمانه على الثلاجه ما كيخسرش. وقت ما بغينا نديروه كناخذوا فيه الجهد داكشي اللي بغينا نديروه وكنرجعوه للثلاجة، ما خصناش نديروه من برا الثلاجة. ها هو كما كتشوفوا غزال مبيض ومرطب، وكيعطي واحد النتيجة فورية. كنتمنى انكم تجربوه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتبارطاجيوه مع احبابكم، وما تنساوش تابوناو في القناه. بالنسبه لي ما تابوناش في القناه وفعل زر الجرس باش ديما توصلوا بالجديد ديالي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله.